أنا هبدأ الأول بسعادة السفير وهسأل إلى أي مدى قرارات المحكمة قابلة للتنفيذ أصلا؟ يعني قرار المحكمة يجب أن يؤخذ في الاعتبار أنه قرار محكمة ولكنه له أثر سياسي بعيد المدى. هيل. يعني احنا دايما نتكلم عن إمكانية التنفيذ بمعنى أن المحكمة قد تقرر كذا فيمكن تنفيذه قصرا، ولكن ده مش في الإطار الدولي. من ناحية القانونية البحتة، أنك أنت المحكمة أن تقبل الاختصاص باختصاصها بنظر هذه الدعوة وقبولها بهذا، ثم أنها تنظرها في فترة قصيرة وتصدر قرارها بهذا، ده مكسب كبير جدا للقضية الفلسطينية وللموقف العربي والموقف العالمي. أيضا من ناحية القانونية البحتة، أنها تصدر هذه الطلبات أن تكون هناك إجراءات محددة تطلب من إسرائيل أنها تنفذها وتعود إلى المحكمة في خلال شهر لكي تقدم تقريرا عما نفذته، لكي تتوقف عن القتل وإيذاء المدنيين وعدم منع المعونات الإنسانية، وهذه إجراءات حقيقية يعني تؤثر تأثيرا كبيرا على الموقف. في الوقت نفسه هناك طبعا جوانب سلبية، بعض الناس قالوا طب ليه ما عملوش قرار وقف إطلاق النار؟ الولايات المحكمة ليس في اختصاصها أنها تصدر قرار وقف إطلاق النار، هذا من اختصاص المجلس الأمن، وبالتالي إذا كان هناك مسار للمحكمة القرار ده انه يعني سيتقدم به السكرتير العام جوتريتش الى مجلس الامن، وسنرى ماذا يحدث في مجلس الامن، لان هناك مشكله طبعا في الفيتو الامريكي وما اليه. ولكن ده الجانب القانوني ونقدر نتكلم فيه مطولا اكثر من هذا، وسياده المستشار ممكن يتكلم عنه. لكن الجانب السياسي هو الاتي، انت دلوقتي عندك يعني موجه عاليه جدا من الراي العام العالمي، الراي العام الامريكي، الراي العام الاوروبي بتؤيد الحقوق الفلسطينيه بعد ما حدث وما شاهدوه على التلفزيون، وبالتالي هناك احساس عالي جدا بأن هناك ظلم وقع على الشعب الفلسطيني، وهذا الظلم ظلم جسيم. عندما تأتي المحكمة التي تمثل أحد فروع الأمم المتحدة بغالبية 15 في مواجهة 2 و2 واحد منهم إسرائيلي وواحدة من أوغندا لتقرر هذا القرار، فده بتقدم الأدلة على أن الرأي العام ماشي في الخط الصح، وأنه يجب أن يكون هناك تحقيق دولي بخصوص هذه المشكلة، مشكلة أو هذه المأساة، إنها إسرائيل قد خالفت قواعد القانون الدولي وخالفت القواعد الإنسانية عموما، مش بس قواعد القانون الدولي، فيما ارتكبته من جرائم ضد الشعب الفلسطيني في غزة. وبالتالي نحن نتحدث عن نقطة تحول، هذه النقطة تحول ليس فقط في مغزاها القانوني لكن في مغزاها السياسي، سيتؤثر تأثيرا كبيرا على الرأي العام. وعايز أدي لسيادتك نموذج، إن ألمانيا كدولة كانت ضد أن المحكمة تنظر هذه القضية. بعد صدور القرار ألمانيا اتخذت موقفا مختلفا إلى حد كبير، ليس تأييدا كاملا للقرار ولكن على الأقل أنها يعني مقتربة من هذا. ألمانيا بتتعامل دائما مع القضايا المتعلقة بإسرائيل بمنتهى الحساسية طبعا، نظرا لما حدث في وقت الحرب العالمية الثانية وما إلى ذلك.